من حقك انك تعتذر على المسرحية، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك. ان احنا نتخانق او نهزق بعض بره بلدنا، ده يقلل منا، ما يعليناش. اوعى تفتكر ان بالتسقيف اللي اتسقف لك امبارح ده انت اصبحت البطل المغوار. لا استاذ بيومي، حضرتك بقيمتك وسنك وتعليمك وقدرتك وحب الناس ليك كنت ممكن تعمل لايف جوه بلدك تنتقد فيه سلام، وكنت هتحترم، وكان الناس في مجموعه هيقولوا لك اه والله ليك حق، وفي مجموعه هيقول لك لا مالكش حق وسلام، وكنا فتحنا الموضوع بيننا وبين بعض. انا هقول لك على حاجه، اتفضلي. ولا محمد سلام اخطا ولا بيومي فؤاد اخطا. بيومي فؤاد بيتكلم كان من منطلق، يعني انا مش هدافع عن الاثنين، اتفضلي. انا هتكلم بشكل حيادي، ده له وجهه نظر وده له وجهه نظر.